ومن الحقوق الخاصة في القرآن ما جاء في الآية العظيمة التي سماها العلماء آية الحقوق، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية العظيمة التي جمعت الحقوق الكبرى العشرة، وأولها تكلمنا عنه وقلنا إنه أعظم الحقوق ورأس الحقوق، وهو حق الله سبحانه وتعالى. ثم الحقوق الخاصة التي وردت في هذه الآية، فمن الحقوق الخاصة حق الوالدين. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. قال: وللإحسان ضدان، الإساءة وعدم الإحسان، وهذان منهي عنهما، ولذلك قال: وكلاهما منهي عنه. قال الله عز وجل في هذا الحق العظيم، حق الوالدين: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وذلك لعظيم حق الوالدين. وقال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. وصى الله عز وجل الإنسان بوالديه الأب والأم، وبين مزية للأم وهي أنها على ضعفها تحمل هذا الولد في بطنها 9 أشهر. وبين الله عز وجل أن حق الوالدين لا يسقط لمعصيتهما بل لا يسقط لكفرهما بل لا يسقط
ولو أمر الولد بالكفر لا يجوز له أن يطيعهما، لكنه يصاحبهما بالمعروف ويحسن إليهما. ولذا قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قدمت علي أمي وهي راغبة، قال بعض أهل العلم وهي راغبة في الإسلام لكنها لما تسلم، وقال بعض أهل العلم وهي راغبة في إحساني إليها، تريد مني أن أحسن إليها، أفأصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. متفق عليه. ومن حق الوالدين الدعاء لهما، وفي دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والدعاء للوالدين لا ينقطع بالموت، بل من أعظم حقوق الوالدين على الولد بعد موتهما الدعاء لهما، ولا سيما بالمغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وابن ماجه. الرجل وكذلك الأم يعطى درجة في الجنة يرى أنه لا يستحقها بعمله ولا يبلغها بعمله، فيقول: من أين لي هذا؟ من أين لي أن أكون من أهل هذه الدرجة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. لما كان الولد يستغفر لأبيه كان ذلك رفعة في درجة أبيه في الجنة، وكذلك إذا استغفر لأمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في الصحيح. فمن حق الوالد على الولد أن يكثر من الدعاء له حتى بعد موته. وبر الولد بأبويه عمل صالح من أفضل الأعمال وأكرمها عند الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري في الصحيح. ومن حق الوالدين على الولد أن يعتني بهما وألا يتشاغل عن العناية بهما، ولو كان ذلك التشاغل بعمل صالح،
فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، من أفضل الأعمال وأبر الأعمال، ذروة سنام الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه، أي لا تتشاغل بالجهاد عن العناية بوالديك وعن الإحسان بوالديك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فلا ينبغي للابن ذكراً كان أو أنثى أن يتشاغل عن بر والديه بصحبة أحد ولو كانت زوجة، ولو كانوا الأبناء، لأن أحق الناس بإحسان الولد هي أمه، وهي مقدمة على أبيه، ثم أبوه. ولذلك عظم السلف شأن بر الوالدين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: أحي والدك؟ فقال: عندي أمي. يعني أن أباه مات وأمه لا زالت حية. فقال: فوالله، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما، فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فوالله لو ألنت لها الكلام وكلمتها بالكلام الطيب وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ولذا كما قلنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ما لم يتعين. واسمعوا هذا الحديث العجيب، والله لو فقهناه لعرفنا مقدار بر الوالدين. جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم. قال: ارجع فبرها. يا لا إله إلا الله، يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغي الأجر من الله. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم. قال: فارجع إليه فبرها. قال: ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك
أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولذلك كان بعض أهل العلم من السلف يدخلون على أمهاتهم ويقضون شيئا من الوقت، ثم إذا خرجوا سئلوا: أين كنتم؟ فقالوا: كنا نتمرغ في الجنة، كنا نتمرغ في الجنة، أي أنهم بتذللهم لأمهاتهم وإحسانهم لأمهاتهم يتمرغون في الجنة، فإن الجنة هناك. وجماع حقوق الوالدين إرضاؤهما، أن تؤدي إليهما ما يرضيهما، وأن تجتنب ما يسخطهما ما لم يأمراك بمعصية الله. هذا البحر أبحر فيه كما شئت، أن تفعل ما يرضيهما من قول وفعل، وأن تجتنب ما يسخطهما من قول وفعل ما لم تؤمر بمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يصوم تطوعاً، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر. يا أخو، ما يريد أن يصوم، هو صام، صام الخميس، صام الاثنين. فقالت له أمه: يا ولدي أفطر، تعال كل معي. أو قال له أبواه ذلك. فقال رحمه الله، أعني الإمام أحمد: يروى عن الحسن أنه قال: يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. يعني يكتب له أجر الصوم لأنه نواه وبدأ فيه وقطعه العذر الشرعي، ويكتب له أجر البر. وقال: في غلام، أي في شاب يصوم وأبواه ينهيانه عن صوم التطوع. يحب الصوم ويصوم النافلة وأبواه يخافان عليه. فقال رحمه الله: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، ولا أحب أن ينهياه. يعني لا أحب للوالدين أن ينهيا الشاب عن النوافل، بل المطلوب من الوالدين أن يشجع الأولاد على الطاعات. لكن إذا نهاه أبوه عن الصوم، صوم النافلة، أو نهته أمه عن صوم النافلة، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه.